يعطيك العافية. خلاص ممتاز 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 الوضع ممتاز. أهلا وسهلا فيك، أي الناس عم بيسمعوك وعم بيتابعوك، الله يجزيك الخير ويبارك فيك، دائما كل ما طلبناك بتلبينا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب، الله يقدرنا يا رب، الله يقدرنا يا رب، الله يعافيك يا رب، الله يعافيك. هذا واجبنا، وانا احنا شك يعني بكل مره بكل حمله نطلبك فيها بتلبي وبتقول دائما انا لو فيني ساعد باي شيء ما بقصر. انت ويا رب استاذ عبد الحكيم مع حفظ الالقاب طبعا، وماكسيم وسوسان كلياتكم احنا بنفتخر فيكم جدا، نحن بنتمنى دائما تطلعوا معنا يعني، والسبب انه الناس بتحبكم، الناس تتفاعل معكم، انتم قدوه لنا، مواقفكم دائما كانت مشرفه، فبالتالي يعني هذا الشيء بيعني لنا كثير 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 للامانه، بيعني لنا انتم عم تدعمونا يعني. احنا شباب هدفنا انه نحن نساعد يعني اهلنا النازحين واللاجئين، والله قدرنا، وان شاء الله يعني هلا جمعنا 1,020,000 دولار، يعني ان شاء الله مع الايام نجمع لسه اكثر ونساعد ناس اكثر. طبعا طبعا اكيد، الله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بتجمعوا المبلغ المطلوب وزياده وتقدروا تنقلوا كل العالم، ما يضل حدا بردان، ما يضل حدا بحاجه اي شيء. وبتمنى انا يوم من الايام ان يكون معكم على الارض، اشتغل معكم انا الله. يعني ان شاء الله. طبعا يعني انا اهلي هدول اللي عملوني وهدول اللي شهروني وهدول الفضل كله بيرجع لهم، هدول الناس بدي بدي منك توجه هيك كلمه لاعضاء الفريق اللي عم يشتغلوا بالبرد، والتقنيين والاعلاميين والاشخاص، عشان يكون هي رساله دافع. يعني يا شباب اللي عم يشتغلوا على الارض وعم يشتغلوا بالتقنيات وعم يشتغلوا بجمع التبرعات، اي واحد فيكم عم يشتغل يعطيكم الف الف عافيه، بشد على ايديكم، بتمنى اكون معكم كتف بكتف عم بشتغل، يا ريتني واحد منكم. الله يبارك فيك يا رب. وشكرا جزيلا لجهودكم الجباره، وبصراحه بصراحه باقرب فرصه بتمنى اني انزل واشترك معكم بالشغل على الارض. باذن الله. وبدنا منك كمان كلمه لاهلنا النازحين، اهلنا الصابرين، اهلنا اللي عم بيعانوا بكل مكان بالشمال السوري، انه بيحبوك، بدنا اياك تعرف انه بيحبوك وبيفتخروا فيك، وطبعا الكل بيعرف قصتك وقديشك انسان ملهم يعني. انا كمان يعني بدي اتشكر، بدي اول شيء اقول لهم انه قلوبنا معكم، وانتم سبب نجاحنا، انتم سبب شهرتنا، نحن ما بنسوى شيء بلاكم. الله يبارك. وبعز علينا اي واحد فيكم يكون متضايق او محتاج او بردان او ناقصه شيء. وعم اقول للشباب هون الفريق ملهم اللي نحن بنرفع راسنا فيهم. بدي اقول لهم شغله، انه بدي اقول لكم شغله، انه انا بتمنى اني انزل اشترك معكم على الارض، اشتغل معهم على الارض لحتى اشوفكم وسلم عليكم واحد واحد وشوف شو ناقصكم، وان شاء الله ما بتحتاجوا يوم من الايام. الله يبارك فيك. عبد الله اسمح لي بالمناسبه هي وجه رساله باللغه الانجليزيه للعالم، مو بس باللغه العربيه لكم ولاهلنا، كمان بدي استغل هالمناسبه لحتى وجه رساله للعالم كله، لقول لهم شو عم يصير عنا بشمال سوريا، وشو عم يساوي فريق ملهم التطوعي. فبعتذركم، خذ راحتك، بعتذر منكم بس بدي احكي بالانجليزي. In this occasion when our people in northern Syria are freezing to death, I want to address my Syrian people, my Syrian people who had to flee their country. I want to address them all my love and compassion. I want to address the volunteers of the group of Mulham. Thank you so much for your greatest efforts for helping refugees move from their tents under snow and storm to houses and apartments to be in warm circumstances and avoid death and other awful things. So thank you so much. I want to address this to the whole world to draw attention to what's happening in northern Syria. Group
of Mulham, the volunteers of Mulham, are doing their best to move these families with their effort and love and compassion to apartments so they don't freeze to death. Thank you so much and stay safe and warm. شكرا 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 كبيرة جدا باسمي وباسم كل أعضاء ومتطوعي فريق منهم التطوعي وباسم كل الشعب السوري الموجود هون وقفتكم معهم ومشاعركم عم توصل كلامكم بلامس القلب الله يبارك فيك الله يبارك فيك أنت فخر برجع بقول لك إنه أنتوا جهودكم هي اللي بعتبرها أنا جبارة دفت العالم ورجعت بردت قلوبنا الشاعلي بصراحة يعني مو بس ألما يعني كمان في شيء بيعتصر بالقلب للشيء اللي عم يصير وما عم يتغير فشكرا لكم شكرا جزيلا وان شاء الله يوم من الايام باذن الله نتشرف 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 والله نتشرف باسمي انا عاطف وباسم عبد الله وباسم كل اللي موجودين هون بوجه لك تحيه كبيره بقول لك انه بنحبك كثير 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 يعني ومفتخر فيك كثير 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 شكرا كثير لمشاركتك معنا هاي الشيء بعيننا كثير بيدعمنا معنويا فوق ما تتصور انت يمكن ما تتوقع يعني او ما بتعرف قديش مؤثر بالعالم وقديش الناس بتحبك شكرا كبيرا جدا 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 الله يبارك فيك تحياتي لكم يعطيكم العافيه السلام عليكم مع السلامه يا شباب